عمرك دخلت قبل كده اي كومباوند في مصر وحسيت ان هو في عصر الملوك او الناس اللي عايشه دي عايشه الملوك؟ تقريبا لا. النهارده ماونتن فيو بتقدم لك الموضوع ده، وكمان هقول لك تشتري فيه ولا بلاش. في هولندا في مدينه اسمها هيت هورن. المدينه دي الناس كلها بتحب تروحها جدا تقضي فيها اليوم، رغم ان هي ما فيهاش اي ميزه غير ان البيوت كلها على البحيره، والحياه هناك بطيئه عكس حياه المدن. الناس بتتبسط فيها قوي تقضي فيها اليوم كله، كل واحد بيطلع من بيته ينزل في الميه ويركب المركب بتاعته، فالناس هناك بتنبهر قوي بالحياه دي ويحسهم ان هم حياه الملوك. لا لا، مش هي دي حياه الملوك اللي احنا عارفينها. في ناس كتير قوي بتقول لي لا انا عايزه الحياه زمان قوي بتاعت اليزابيث، وان الممرات كبيره قوي قدام القصور والحاجات دي كلها. دي الحاجات دي ما كانتش موجوده دلوقتي. اليزابيث والفتره القديمه دي كانوا الناس بيصحوا الصبح بيلعبوا بولو. ايه هو البولو ده؟ لو حد مش عارف، ده البراند بتاع بولو. البراند ده دي رياضه بيلعبها كلاس ايه. الناس كلاس ايه عندهم ثلاث رياضات اكتر حاجه بيلعبوها من زمان: البولو والجولف والتنس. كل ده متوفر في المكان اللي هنتكلم عليه. فكره ان انت تطلع من بيتك قدامك طبل بتاع الحصينه، ده في ناس معينه قوي بالنسبه لها دي حاجه جنونيه، حاجه عمرهم ما تخيلوها، بس هتبقى موجوده دلوقتي في الكومباوند. وكمان هيبقى فيه البوتيك اوتيل يخدم المكان ده، سواء ليك حصان او مالكش، هي فكره مش معموله قبل كده. طيب لو انت مهتم تعيش في المكان ده او في المكان التاني اللي على البحيره، ابعت لنا على الرقم اللي موجود تحت على الواتساب عشان نقارن مع بعض، وكمان تختار وحده، لان في ناس كتير قوي بتشتري في مشاريع ماونتن فيو بس ما بيختارش وحده صح، فلما بيشتريش بيبقى مش عارف يبيع، وده حصل في مشاريع كتيره اللي فاتت لماونتن فيو. ودلوقتي تعالوا بقى اوريكوا المساحات واشكال الديزاين اللي نازله في المشروع. اول حاجه عندنا القصر او الفيلل اللي قصادها ممرات وجناين كتير قوي. انت لو اسره خدتوا ثلاث بيوت هتبقوا تقريبا في مملكه لوحدكم. وكمان في التاون هاوسز شكلها شيك جدا بالستايل بتاع ماونتن فيو. واخر حاجه الفكره الجميله قوي، الناس اللي ما تقدرش تاخد فيلا، في بيوت هناك تقدر تتقسم، يعني الفيلا هناك مقسومه شقه فوق وشقه تحت، انت تقدر تاخد اللي فوق بس او تاخد اللي تحت. طب موقع المشروع فين اصلا؟ انت ما قلتش. موقع المشروع تحفه، مفيش طبعا حد ملك او ملوك بيعيشوا في قلب المدينه. ماونت فيو راحت للشيخ زايد الجديده واكتوبر الجديده عشان تاخد قطعه ارض ما بين الاثنين، تبقى 10 دقايق للمدينه، لكن انت منعزل هناك تاخد الحياه البطيئه الهاديه اللي كل الناس عايزها. طب ليه ما تشتريش في المشروع ده؟ اوعى تشتري في المشروع ده لو انت بتفكر تبيع بعد 6 شهور، لان المشروع ده كبير مش هينفع تبيع بعد 6 شهور ولا حتى ممكن 9 شهور او سنه. اوعى تفكر. تاني حاجه، ما تفكرش ان انت هتسكن بعد 4 سنين. ماونتن فيو بطبيعته بيتاخر شويه، وبلس ان ده اول طرح للمشروع، فلسه فكره البنيه التحتيه والانفراستراكشر والحاجات دي كلها. طيب الاسعار ايه بقى بنتكلم؟ بنتكلم ان احنا مقدمات من اول 400,000 جنيه ده للشقق، وبتوصل لمليون جنيه لو المقدم للقصور وللفيلا، والقسط الباقي على 8 سنين بس لو بعت لنا الفتره دي هيبقى على 9 سنين. اسعار تقريبا من 8 مليون للثلاث غرف، وبتبتدي تزيد الفيلل من اول 12 مليون. السعر ده مش موجود ولا في زايد الجديده ولا في اي مكان. تشتري بقى ليه في الكومباوند ده؟ لان هو مميز ويونيك ومفيش حد، يعني انت لو بتنافس بعد كده في الريسيل او حتى وانت عايش هناك، انت كام كومباوند في مصر في فكره الاسطبل بتاع الحصانه او فكره ان انت تخرج من بيتك على الميه؟ مش موجود. عشان كده ساعتها هيبقى الريسيل بتاعك قوي جدا وكومبتيتيف، وسهل قوي تعرف سعر البيت تبيعه بسعر كويس. ابعت لنا لو انت مهتم تشتري هنا ولا تشتري هنا، في الاخر نقدر نساعدك.